شو المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله القسم. وراها نشيد وطني قسما للنازلات محقات والدماء الساكنات الطاهرات والبرود اللامعات الخافقات للجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا 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 جزائر تحيا جزائر تحيا الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء. هذه هذه مثل الحلقة. هيا بسم الله. ورا التنظيم هذا. هيا كلمة لما. عن موسى بدا دير. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندنا اليوم وبإذن الله عندنا تجمع هنا في العطاف وبحضور. بحضور المستقل الوطني غني عن تعريف. عمار بيه. وعمي موسى. ربي يشد لنا فيه ويطول في عمره. وراه معنا حامد بن عيسى الموسق والمجلس الولائي به بالاعضاء تاعو والموسقين البلديين وبعض من المناضلين والاخرين اللي ما استدعيناهمش. ان شاء الله بربي يسامحونا. الله غالب جات في ظروف ضيقه وفوق عمار ثاني راه من طريق لطريق واللي ما استضفناه اليوم عندنا هنا في العطاف. ورايكم راكم مشكورين هكا ولا راني غلطت سي عمار والكلمه فوتوا لعمي موسى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر المجلس البلدي تاع العطاف اللي على هذه المبادرة التأسيسية، ونشكر كل المجلس الولائي. ولا كل حال باش ما نخلوش الأمور في الغموضات، راه اتصلت البارح بالأخ أحمد مرهوني الجهوي وراه اعتذر قال لك ما عنده أمور خاصة راه في العاصمة اليوم. راح البوشاوي والله غالب راك تعرفوا ما يزون كيتي مساكين غير مع الاخر راح قال لكم سمحوا لي قال لك سمحوا لي سمحوا لي يطلب منكم الاعتذار وبارك الله فيكم. واليوم احنا جينا على كل حال هي الانشغالات اولى ولكن كاين اولويات اكثر من انشغالات. هي هذه الطلعه اللي راح توقع ان شاء الله بعد 14 ماي. دوك احنا ما على بالناش على الوقت، المهم بعد 14 راح تكون، لان راح تكون تاع حقوق الحقوق تاعنا اللي راهي مهضومه. وتعرفوا انت تاع الزياده اللي كيما يقول لك ملات الدنيا العالم ملاتو تاع 2000 دينار جزائري. ها الاهانه هذه اللي داروها لنا. احنا على كل حال رايحين نطلعوا الحقوق. احنا ما شوف ما عندنا عداوه مع انسان، لا مع الدوله ولا مع المؤسسه العسكريه ولا مع خاوتنا. احنا عندنا الحقوق مع الاعداء تاع اللي راهم داين الحقوق تاعنا. احنا نطلبوا بالحقوق تاعنا فقط لا غير، لا فوقها ولا تحتها. وراهي تفوت الوقفه ان شاء الله، وان شاء الله تكون ناجحه، وان شاء الله تتجسد فيها الحقوق هذه تاعنا. وراهي تكون هضره واحده اخرى ان شاء الله باذن الله. ولا كل حال يتفضل الاخ عمار البيري اللي معروف غني عن التعريف ما نقدموش ثمن هكذا. تفضل خويا عمار. الله يحفظك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نشكر، انا ما نقولش فلان ولا فلان، انا نشكر مناضلي عين دفله بالحاضر وبالغايب، ونشكر عين دفله عامه، ونشكر منسق العطاف خاصه نستقبلنا والناس اللي استقبلونا في ديارهم الله يكثر خيرهم ان شاء الله والله يفتح عليهم.
انا لما انا نذكر عين دفله انا عندي رمز هنا في عين دفله الا وهو المجاهد حمد مرهوني. هذا خويا جريح الواجب الوطني من اوائل المناضلين اللي من مفجري قضيه متقاعد ومعطوب بالجيش. هذا الشخص اللي نحترمه بزاف وكين له كل الاحترام، ومهما قلنا فيه ما نكفيوش. هذا خونا كما يقول لك ضحى بزاف، ضحى على جال الجزائر، ولما الجزائر ولات بخير راه مازال يجري غير با يدير بروتاز. نحييه بالمناسبه. بالنسبه لقضيه الحقوق ما نطولوش على خوتي، لانه عندي طريق راه نروع الخشله، عندي سمانه وانا برا، عندي ظروف، كان ولايات استدعوني ولايات ممكن كاني ما نروح له ما نروحلوش. خوتي انا نروح كضيف. بغيت فقط نوجه نداء صغير قبل ما ندخلوا في الحقوق السلطات العليا في البلاد. انا مانيش نحرض، انا نفضل في الناس اللي ممكن ما على بالوش بحقه. مانيش نحرض في الناس ضد الدولة، مانيش نحرض في الناس ضد رموز الدولة، ومانيش نحرض في الناس على الخروج على الحاكم، لأنني إنسان نخاف ربي ونتبع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمري لا خرجت على الحاكم. ولكن السكوت عن الحق، الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا من طبعي خوك معمار من مفجري قضية متقاعد ومعطوب بالجيش. أنا الشيء اللي حرت فيه معادلة عيت نلقاها، يعني نتمنى حتى الممكن في الجمع الكريم اللي عنده ممكن حل المعادلة هذه يجاوبني. يقول حقك ما نمدهولكش، ما تخرجش تطلب حقك وقعد في الدار. نقعد في الدار وحقي ما تمدهوليش وممنوع نخرج. اسمع، هنا الانسان يطرطق له عرق في راسه. الشيء اللي قعد، الشيء اللي قعد كملوا علينا. انا نقول هذا المسؤولين انا بيا تشوفوا هذه الفئات، هذ الناس راهي خدمت بلمسيه. ما زلنا في اسطوانه التضحيات، والتضحيات كامل العالم على باله بتضحيات متقاعده ومعطوب الجيش الجزائري، هذه مفروغ منها. وكامل دول العالم على بالهم باللي متقاعد ومعطوب الجيش والجيش الاحتياطي الجزائري مستحيل يخرج على الحاكم، ومستحيل يكسر عصا الطاعه، ومستحيل يكسر ولا يفزد. متقاعد ومعطوب الجيش الجزائري من بين الفئه الوحيده في العالم اللي تخرج للمسيرات وما تكسرش وما تفزدش، والشعار نتاعها الجزائر اول نوع قبل كل شيء. احنا خرجنا في الاف، حوش المخفي واحد كانت 200,000، 200,000. القايد صالح في الكومه، السعيد بوتفليقه في الكومه، حكمتهم لافيسي بيك دو تونسيون، مسؤولين عصابه كامل كاع كيما راهم دخلناهم الكومه. هذه نحكي على حوش المخفي واحد، وما كسرنا شجرة وما كسرنا حجرة، وزملائنا في مكافحة الشغب يرمونا في الفرضوات نتاع مسعيدة. أنا السؤال، لأنه حتى زملائنا في سلاح الدرك الوطني نتاع مكافحة الشغب اللي كانوا اللي راه مازالوا خدامة درك، كاينين اللي حضروا حوش المخفي واحد ضباطو مازالوا خدامة. ربع مليون جندي جاي داخلين العاصمة، ما كسرنا ما فزدنا، زملائنا في الدرك يرميونا في الفردوات تاع مسعيدة ويحضنوا فينا. حتى الضباط سامون قال حل طريق الخوت عن كامل شاف الفيديوهات. السؤال اللي راح نطرحه، هؤلاء الزملاء لو كان على بالهم باللي احنا نتاع التنسيقية جينا نفزدوا، اسكو كانوا رايحين له الطريق؟ مستحيل. ولهذا بغيت برك فقط تنبه باللي نفس المناضلين اللي كانوا في حوش المخفي واحد الاوفياء، وحوش المخفي اثنين والبيبان والمسيرات المتتاليه، واللي كانوا في الوقفه تاع قالمه في 2018، واللي كانوا في بن طلحه،
واللي كانوا في 14 نفس المناضلين اللي راهم يخرجوا ما يفسدوا ما يكسروا الشعار نتاعهم. اعطيني حق ديانا الاخيره ناس كامل شافتها يعني وتحدثنا عليها الكثير. يعني هي كانت عباره عن صفعه لينا احنا بان في قو. على كل حال احنا الوعود نتاع الرئيس تمنينا نشوفوا منها بزاف ولكن ما شفنا منها والو. الموندا تاعو العوده تاعو قريب تفض وكي قرب تفض زاد لنا 200,000. يبقى السؤال مطروح علاش هذا الشيء؟ لماذا أغلبية تاع المسؤولين كانوا معنا ضباط صغار خدموا معنا في مفارز المغاير والمطاردة والقنصفة في وحدات مكافحة الإرهاب فيهم حتى مسؤولين يعني في أعلى سلطة كانوا معنا برقبة عقداء كانوا في الميدان احنا نشهدوا لهم الشيء هذا وكنا نتمناو هو ما يحسوا بينا قبل ما يحس بينا السيد الرئيس. هذه حقيقة لأنه لما كانوا معنا في الميدان السيد الرئيس كان كما نقول كان ان سيتوايان سيفيل كان في 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 مسؤول تنفيذي في ولايه ولا في حكومه ولكن هذ المسؤولين كانوا معنا يعرفونا كما يقول لك غايه يعرفوا لا ميزار اللي فوتناها منا. احنا كنا تمنينا انه يكونوا هما السباقين للدفاع عنا ان صح التعبير هما السباقين للدفاع عنا. واش نقول خوتي الحقوق هذه موش عمار اللي راح يديك ما يجرك من يدك يقول لك روح جيبها. الحقوق هذه موش عمي موسى ولا احمد ولا اكس ولا اكراك. هذه حقي وحق فلان وفلان كل واحد يدافع على حقه. انا ماني شافع عليك ماني مسؤول عليك يا اخي العزيز. انا متقاعد كيفك انا جريح كيفك انا معطو كيفك. جمعتنا قضيه والقضيه هذه كما يقول لك قضيه عادله. احنا يعني لما ما يعني بالمناسبة يعني لما نشوفوا السيد الرئيس قام بعدة مبادرات يعني احنا ما نكروش الشيء اللي داروا مع الشعب ولكن من جهة العسكر ولاد الشعب ما شفنا والو. الشيء اللي داروا الرئيس من جهة الشعب كما نقول لك من جهة كما نقول لك الشعب الجزائري هو مشكور. على كل حال دار صندوق منحة البطالة دار صندوق منحة المطلقات ولما جات الدالة على صندوق منحة المحارب بغاش يديرها. السؤال اللي بقى مطروح سيد الرئيس البلاد راهي بخير الدراهم راهي تدخل سيرتو في لابيريود هذه تاع حرب تاع روسيا ومنها الدراهم الجزائر رانا غايه البترول طالع الدراهم الجزائر لاباس عليها والشعب كامل مستفاد من الريع. تحيه لخوتي البطالين تستاهلوا خير زيد لهم سيد الرئيس زيد لهم 3 ملايين مطلقات دير لهم 10 بصح صندوق منحة محارب. هاد الرجال اللي راك تشوف فيهم في الولايات الوطن الحبيب الناس اللي دافعت وكيما يقول لك الصغير فينا راهو عمره 45 سنة ناس فنات عمرها في مكافحة الإرهاب الدموي ومكافحة الخونة. اليوم لقينا المعادلة تبدلت كامل الناس استفادت من الريع تاع البلاد هذه إلا هاتي الفئة. احنا على بالنا باللي مسؤولين توعنا على بالهم بالوتر الحساس باللي احنا زايدين بزاف وطنيه وعلى بالهم باللي ما كاش اللي يساومنا في الوطنيه تاعنا. سيد الرئيس الجندي الجزائري المتقاعد ماكش قادر دير له 5 ملايين في معاش من التقاعد. الجزائر بخير سيد الرئيس كنت قادر تنحي شويه من دراهم اللي تمدهم البوليزاريو زيد تنحي شويه من دراهم تاع لا تونيزي ولي زافريكا زيد تنحي شويه دراهم تكوتيزي ودير لنا صندوق منحة محارب ودير منحة محارب المحاربين هذم طلع السالار تاع لي كونتراكتيوال روتريتي هذم متقاعدين المتعاقدين هذم اللي مغرارين بزاف اللي يدي 3 ملايين و400 وغدوه كيموت مرته تولي تدي 1.5 مليون. على الاقل ما عشناش حنا عيش ولادنا. شوف لهذا الفئه انا بالنسبه لي انا يعني هذه نظرة تاع مناضل عندي سنوات تقريبا من 2006 خوتي احسبوا 2006 رانا قريب 15-16 سنة وانا ناضلت مع الجرحى وناضلت كما يقول لك مع المتقاعدين وكي جات نسيقية لمتنا كامل. لاحظت حاجة هذ الناس ما طلبوش المستحيل يحفظك رد الاعتبار حفظ الكرامة الأولى اللي كارتها باتت تثبت بلي هذا
كان يدافع الجزائر ما عندوش. في فرنسا ماكرون قومية دارهم كارثة. والله يعجب هذه الأخرى ممكن الناس يقولك عمار احنا ما تهمناش البطاقة. بطاقة بطاقة يحبسك زميل في الباراج تمد له كارت داسيرونس يرميها لك يقولك تاع دواء. هذا أبسط شيء. أبسط شيء بطاقة تثبت بلي هذا محارب. تا ماكرون دار بطاقة القومية هنا الجزائر مجاهدين ما عندهاش بطاقة. حاجة ثانية ما طلبوش المستحيل. دير له معاش تقاعد محترم يحظ به الكرامة نتاعو. حاجة ثالثة دير له منحة محارب لأنه هذه الفئة حاربت حبة من حبة وكريهة من كريه. والمسؤولين نتاعنا اللي على سلطة مسؤولين عسكريين حتى ولو تنكروا التضحيات نتاعنا احنا ما نخونوش القادة نتاعنا مهما تنكروا لينا ودورونا ظهورهم وممكن جدا يشوفوا فينا بنظرة اننا بوكاس كيما يقول لك زيد غير 200 الف بس احنا ما زلنا اوفياء القياده نتاعنا وللرئيس وللدوله ونحبوا الجزائر والحق نتاعنا ما نسمحوش فيه. موندا تاع السيد الرئيس قريب تفض الوعود ما كانش حنا كنا نستناو على الاقل يدير معاش محترم للمتقاعدين بدايه من 5 ملايين وطلع. هذه ما هذه وعود القياده احنا ريحنا معاهم في طاولة مستديرة رفق منسقين وطنيين قالك اوني سبيرو ان شاء الله منا على عام عامين المتقاعد الاخر الكونتراكتيال يولي يدي 5 ملايين ونص. الموندا فضت رحت الحيود ما كانش الوعود كل هاتي الوعود ذهبت هباء المنثورة. ما رانا نحرضوا ما ندزوا الناس لا كما قالك عمي موسى يا الناس وطنيين قاعد يطلب العيش كريم يعرفونا مليح مليح. لو كان شافوا فينا شك وكان شافوا فينا شك باللي ماناش وطنيين وتاع مشاكل والله راهم زادونا في الشهريه الاخر يدي 6 ملايين لانه على بالهم باللي وطنيين. حنا نطلبوا منهم يريكتيفيو الغلطه تاعهم يصحوا الغلطه تاعهم. سي با لا فان دي موند ولكن ليش نهايه العالم ولكن ممكن المسؤولين فوق الدوله الرئيس هذا يعاود يصح الغلطه اللي دارها مع المسؤولين تاعنا يدير معاش من حتى تقاعد فهمتي ولا لا المتقاعدين المتعاقدين لا تقل على 55 ألف دينار جزائري. أنت درت 32 ألف لا تقل دير لا تقل على 55 ألف دينار يولي هذا الرتب الصغيرة هذه كما تسميهم أنتم بوكاسك يستاهلهم أكثر. أكيد أنت راك تقولها احنا رانا نحاولوا فيهم دي حقيقة 5 مليون ونص. وكما دار السيد الرئيس صندوق المطلقات وصندوق منحة البطالة وما على باليش كاين صناديق حنا ما نعرفوهاش صندوق دعم افريقيا ودعم كذا ودعم كذا دير صندوق منحة المحارب لهذا الرجال الشرافة اللي ما خلاوش درابو يطيح ودير لهم مرتين ونصف الاجر الوطني المضمون يستاهلوها. لما محارب يدي 6 ملايين ولا 7 سي با لا فان دي موند. هذا الناس تسحق من الجزائر تسحق من الجزائر. الجزائر ما غاديش يدافعوا عليها ما غاديش يدافعوا عليها بالكلاش نتاع ليكيب ناسيونال نهار تنوض. الفريق الوطني هذا الجوار اللي راه يدي فيه 500 مليون ومليار غدوا لا قدر الله فهمتني ولا لا يوقع النحاس مع الماروك راه ما هو ما يجيكش الجوار ينزل لك البندقيه يدافع على البلاد وما يديرهاش ما يدير دروك لو كما يخلصوهمش غايه ما يجيوش هذا بالو فما بالو كان فهمتني توقع ربي يجيب الخير الله يحمي بلادنا خاوتي هذا ما كان. وقال شو اخر والنضال ماشي غير هذه الخطره بان تفهموا حاجه النضال او ماشي تاع السمانه الجايه وحبس النضال متواصل النضال كما يقول لك نضال ولا نضال دوام وبربي ان شاء الله. وكما يقول لك احنا من 2006 احنا ناضلوا من 2006 يا خاوتي وهذا النضال راهو ماشي. وكما يقول لك نروبوزي ونعاودوا نوضوا الحاجه اللي نقولها لخوتي تهلاو في رواحكم ربي يجيب الخير ان شاء الله. بارك الله فيك وكما يقول لك من هذه الولايه المجاهده والجزائر كامل جاهدت وهذا نعرفهم الوجوه هذه انا سبحان الله كاينين وجوه كما يقول لك نعرفهم غير في المسيرات هذا ما كان ما تلاقيت ولا في كافيتيريا ولا في عرس هذا كاينين الوجوه هذه نعرفهم وين تلقاهم سانسيرمون نهضروا صح كيما يقول لك بربي ان شاء الله بالك منا الغدوه
بالك الرئيس بالك من بعد الليله بالك يهديها ربي. يقول لك يقولك ولدي ما 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 وراو المشكل. لا لا ما ليس عيب، ليس عيب الاعتراف بالخطا، هذا هو اللي امرنا هكا شيخ ولا لا؟ لا صح، هذا هو اللي امرنا، يعترف بالخطا. خير الخطاؤون توابون، النبي قال اش الاخر غير الانبياء اللي ما يخطئوش. مانيش مفتي ممكن نهضر، مانيش نهضر، انا نهضر، انا انسان كما يقول لك انا من العامه. الرئيس بالك بالك غلط، يعاود يركتي في الغلطه تاعو ويدير في حوار خطره مع الصحافه. حنا تمنينا يهضرها وراه نشكل متقاعدين ومعطوب بالجيش، يا ولادي توما ولادي وراني نحترمكم، سي فريكو صارت غلطه اون فا ريغلي سو بروبليم وبربي ان شاء الله ريغلوها، راكم تستاهلوا كل خير ومنا وعطيتكم وعد باللي ما نوليش فيها هضرتي، ونعطيك قرار الاسبوع الجاي يطبق باللي ما عاش من حتى التقاعد نتاع المتعاقدين، المتقاعدين لا تقل على 55 درهم الا 5 ملايين ونص، وبربي ان شاء الله نديروا لكم صندوق تاع فهمتني ولا لا؟ صندوق ما من حتى محارب، ونشوفوا لي بوزوان تاع الناس هذا اللي ما عندوش بروتيز نجيبوا له، اللي ما عندوش شريطه نجيبوا له، اللي ما عندوش قراش اخرى حاجه تخصه نجيبوا له. انتم ولاد الجزائر وهذه بلادكم ضحيتوا عليها، نتمنوا يهضرك وعلاه ما يهضرش هكا. اون اسبيرو السيد الرئيس كيما تحدث مع الصحافه الاجنبيه وكيما تحدث مع ديرارني وكيما تحدث مع مدام ليلى حداد فهمتني، كيما تواضع معاهم يتواضع مع المحاربين هذم. وانتم ما تعرفوا شكون هو ديرارني وتعرفوا شكون هو عمار البيري. ربي يجيب الخير اخوتي وبارك الله فيكم. عندي واحد التعقيب، والتعقيب فيما يخص تطاول بعض الاشخاص في المواقع وخارج المواقع، يتكلموا اسم عين دفله، عين دفله عندها المجلس الولائي تاعها، دي الشرعيه تاعو من المنسق الولائي، الشرعيه تطلع للمنسق الوطني، حنا ما كاش اللي يهضر باسم عين دفله، عين دفله تهضر يهضر المناضل والمنسق البلدي باسمها، خارج عين دفله ما كاش، كاين عمي موسى هو اللي يهضر باسم عين دفله. نقطه رجع للسطر. هذه هي. بارك الله فيكم على كل حال، نشكر خويا عمار الموضوع اللي سهب فيه بإسهاب، وهذه حقائق، هذه بالحقيقة على السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد العال للقوات المسلحة القاضي الأول في البلاد. سيد الرئيس راهي عندك أربع مناصب كاع نسحقوها منك، نسحقوا منك الرئيس، نسحقوا منك الوزير الدفاع، نسحقوا منك القاضي الأول في البلاد. أب الحانون وراك مسؤول أمام الله، والفيديو تاعكم موثقين، وراك هدرت هدره وقلتها في باتنا وما ادراك من باتنا اولس الاشم، راك قلت باللي الكلمه تساوي القناطير. اطنان يا شيخ، اطنان يا سيد الرئيس. وحنا كيما قال خويا عمار، شوف احنا ما شوف احنا ما طعنا حتى في حق انسان، احنا عمرنا ولا ذكرنا لا جنرال ولا عقيد، احنا عندنا المشكل تاعنا الحقوق تاعنا هذه هي. وباش خاوتنا في المواقع كان اللي راهم يورطوا فينا بالهضره، وماذا بكم يجمع الانسان اللي ما يكونش عنده درايه بالملف هذا، ماذا به ما يهدرش عليه، خلي اهل الاختصاص يهضروا به. واهل مكه واهل مكه مدرا. اما فيما تطرق الامر هذا يا خويا زكي، احنا نقول هذه الولايه تاع عين دفله عندها مجلس وعندها مناضلين، المناضلين داروا المجلس يا خويا، هذو امينا احنا اللي نحونا، هذو الوجوه النيره قال يا جماعه تربحوا روحوا، بصح يجي واحد يطاول من خارج الولايه بالخير، راك فوق عيننا وراسنا. اهل مكه ادري احنا ما عارفينش ساكن في الولايه هذه، احنا رانا ودخول البيوت من ابوابها، والانسان ويقول لك ما يعرف قدر الرجال الا الرجال. هذا الانسان كي راه عنده سمانه هو يطيش هنايا، سمعنا بالعاميه تاعنا، واش عنده خويا عمار؟ الخالصه راه يخلص لاباس عليه، عنده وليدات وعنده دار، واش عمار؟ عمار راه خالص، ها مسكين الشاريه تاعو جابها في جيبه، وراه يمشي الرز ما صاب الرجال قرايكم، يباتوا ياكلوا ويشربوا الحمد لله، وين يروح؟ يروح الاضرار وتم راسه يروح. ثاني نهضروا كلمه حق، عمار قال لك لولا تدخل في السلطات ما بين المكاتب الجهويه والولائي والمكتب الوطني، كان قادر يجي غير هكاك ويجي زياره اي شخص، ويدير 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 ملتقى ويدير ندوه ويدير وما الى ذلك. هو قال لك انا نجي يليق المجلس يكون على باله والمنسق الولائي يكون على باله، والحمد لله بارك الله فيك. واستضافت الوجوه النيره هذو وجاو يسمعوا، اسمع جا الخالو راه جا فيه خوته بين اهله وخوته،
حنا شوف حنا والله ما نخونوا حتى واحد. شوف حنا شوف العبد الضعيف لا امامكم ما هو من طبيعي الشتم، ما هو من طبيعي ان نرد في المواقع، ان نرد في الواقع. انا انسان تاع واقع والمواقع، وهذا المجلس كل نشهد له انه كلهم 14 ولا 15 في المجلس بدا من خويا الاعلامي وروح بوعلام بوعلام صول الله معروف بالاعلام وراه الفيسبوك معروف، هذو كلهم اداوا اللي عليهم. الله غالب، الشيء اللي قدروا يديروه ديروه، لان هنايا حنا ماكش رايح تقول للوالي كن فيكون ولا رئيس دايره، وحنا عارفوا الاداره تاعنا كي دايره. يا جماعه شي مرات نتعبوا، شي مرات ننهاروا نفسيا. انتوما صح انتوما من حقكم قال منا ومشاكل وسكن، بصح حنا الله غالب. حنا شي مرات سيب روحك للصباط اللي ما مسحتوش. علاه؟ من اجل هذه الناس، من اجل ما حنا ما عندنا لا قوة ولا جمل. انا الواحد من الناس شوف يروح للمحافظة العقارية تاع عندنا ويجبد كاغطي لا صاب عندي حاجة زيادة من التنسيقية هذه. بالعكس كانت عندي سيارة راحت، كانت عندي صحتي ترنكت مكان، رانا بنادم ربي اللي يعلم. وثلاث مرات وانا نروح ويجوني خوف في التينا، رحت لداري فوق البولاشن وجاو لي احمد مروني وزاكي وجماعه جاو لي للدار باجتماعات. حنا نمشيو مع خاوتنا. انا كي نمشي نسيب الرجال مورايا، انا كي نمشي مورايا كي نمشي قدام نسيب الرجال مورايا، نعرف حتى ولا قدر الله وتلفت نعرف باللي رجالي راهم مورايا. دوك حنا هذه عين دفنه كانت يعني كتله، ربما هذه ما قلنا ما نحكوش فيها اخويا عمار على كل حال. نقول ملف هذا، نغلقوا الملف هذا ونروحوا للوقفه. الوقفه تكون بعد 14 ان شاء الله، وكما قال اخويا عمار لعل في الاسبوع هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون بالك جديد مبادره من المؤسسه العسكريه ومن سياده الرئيس، وتكون ان شاء الله مبادره ويفرحوا خاوتنا ونفرحوا وسيد. اسمع ان شاء الله، وحنا اسمع احنا هذه الوقفات اللي راهم يقولوا يا وحنا شرنا بالدمين، حنا انا كارهين. اي عمر ماكش كاره باش راك طالع، كاره ماكش كاره، هذو كاع كارهين، بصح الشر لابد منه. الله غالب، ما صبناش وين يسمعوا الناس صوتنا الا الشارع. ومالو كان عيطوا اربعه ولا خمسه مقرين عم خاوتنا اي سته قال ارواحوا هاش عندك في جون في شا عندك ديسمبر يا سيدي، يجي يقولوا لنا وريحوا في ديارنا وكفى الله المؤمن القتال. يا الهدره كفى الله المؤمن القتال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعطينا احمد تبريحه تاع قيطون. اعطينا خويا. السلام عليكم، والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد احنا نطلبوا من هذه القياده ربي يهديهم. امين. هذا الناس ربي يهديهم. من رئيس الجمهوريه حتى القياده هذوك الى مدرقين على بعضهم ديك حاجه واحده اخرى. والى راهم متعمدين هذيك حاجه واحده اخرى. احنا سنوات الجمر يحوسوا علينا. كنا صغار وقدمنا عنقنا للمقرطة، هربنا من ديوان هاي ولا، واليوم رجعنا للحقوق. الحقوق حط خط احمر، رانا مقدمين المقرطة كيف كيف، رانا ماشيين. وي قيطون وي قيطون، هيا قول وي قيطون. وطني 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 وطني، غالي الثمن غالي الثمن، روحي مالي روحي مالي، وانا الحامي وانا الحامي، لك في المحن لك في المحن، لتعيش حرا لتعيش حرا، طول الزمن طول الزمن طول الزمن طول الزمن. الجيتون 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 الجيتون، العاصمة نصبوه العاصمة نصبوه، العاصمة نحطوه العاصمة نحطوه، المشاريع ماكاش المشاريع ماكاش، والرجوع ماكاش والرجوع ماكاش، إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام، لا خذوع لا رجوع لا خذوع لا رجوع لا خذوع لا رجوع لا خذوع لا رجوع، والطعام بالجفنة والطعام بالجفنة، والبن بالشركة والبن بالشركة، والرئيس هات السكنة والرئيس هات السكنة. شكرا يا جماعة، الله يحفظكم. الله يحفظكم ويبارك. في ختام البارحة اسمع خوتي نشكركم. الله ينورك. خليه كلمة. خوتي نشكر المنسق الجهوي أحمد مرهوني في الغياب، ونشكر نشكر الأخ نائب المنسق الجهوي خويا محمد شردود اللي عزيز عندي بزاف.
شكرا من الجهات التنسيقيه ولايه عين دفله. الخطره الجايه ان شاء الله ماذا بيا كي نجي نلقى الدوبل نتاع الرجال هذا، وكما يقول لك نلقى وجوه بالك ما لقيناهمش هنا ان شاء الله، ونلقى الناس صف في قلوبها ورانا خاوه. وبغيت ننصح الناس برك، ركز على الحقوق نتاعك برك، ركز على الحقوق نتاعك، ما لا فلان ولا علان لا والو، عندك حق تطالب به كما يقول لك بطريقه سلميه. كما يقول لك ما هو فيصل لذلك حقك، ما هو عمار، ما هو عمي موسى، ما هو يكس، ما هو يقراك. حقك يا خويا العزيز باينه طريقه وطريق الحق باينه، وكما يقول لك ربي يجيب الخير خوتي، تلاقوا ساعة خير وتهلاو في بعضكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بك، مرحب بك في ولاية عين دفله.